النهارده الخبر السار، وليد سليمان اخيرا سلبي كورونا. حاولت اتواصل معاه عشان يطمني بنفسه، يا رب تقدروا تتواصلوا. انا كلمته معاه. الحمد لله طمنت عليه وخرج من المستشفى ورجع البيت. يعني نحب هو بنفسه يسمع صوته للجمهور، لكن بننقل يعني هذه الاخبار المطمئنه. وديانج الحمد لله برضو لا قال ما تردش من امبارح سلبيه فالحمد لله. كلام مبشر جدا. فالحمد لله الامور يعني بتتلم وتتحسن، لان الدوري يوم الجمعه الجاي وانت هتلعب دوري شديد الخصوصيه يا استاذ ابراهيم، وعشان كده انا هاجل التفاصيل اللي انا عايز اقولها، لكن هيبقى دوري صعب جدا، عايز كل لاعب عندك، لان عمليه التدوير ربما هي تكون الحل الذي ينقذ الاهلي، لانه هيبقى النادي اللي مضغوط جدا 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 في مشوار البطولات المحليه والافريقيه الموسم القادم.